أن الحمار والذئب اختلف ذات مرة على لون العشب، فقال الذئب: لون العشب أخضر. وقال الحمار: بل لون العشب أحمر. فتحاكما إلى ملك الغابة الأسد، فأصدر الأسد حكمه بسجن الذئب شهرا وجلده 40 جلدة. فاستغربت كل الحيوانات هذا الحكم الجائر. فقال الأسد للجميع: صحيح أن لون العشب أخضر، ولكنني حكمت على الذئب تأديبا له أن جادل الحمار.